السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنوصل الشاحن في السخان ده، الشاحن اللي بيجي تشتريه صيني أو عادي أي حاجة، ده صيني سعره 25 جنيه أو 30 جنيه، عبارة عن شاحن 3 فولت على نفس حجم البطاريات، وبنفك منه الوصلة دي، ده اللي بيركب. الوصلة دي هي اللي بتركب في السخان. الموضوع بسيط خالص، مفهوش أي مشكلة، بس بنفك الوش دوت أفضل علشان يبقى واضح لينا الحاجة. مجرد سلكين بيركبوا مع بعض. ده مكان البطاريات يا جماعة، أهو أيا كان نوع الساخن السخان، في البطاريات دي في طرفين اسود واحمر. خلي بالنا من حاجة مهمة دي جدا، الاسود والاحمر والطرفين دولت اسود واحمر لازم يركبوا مع بعض، الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود. طبعا احنا ممكن نوصلهم ببعض، ونوصلهم في السخان تاني، وممكن نوصلهم ببعض. بس ده الاسود اهوت يا جماعة مع طرف الاسود، ممكن نوصله في السلك هنا او في السلك هنا. ده طرف الاحمر، بنوصله في الطرف الأحمر كده، طبعا لو في لحام بتلحمه، لكن الموضوع مش محتاج لأن بيتقفل عليه تاني. كده وده بيتقفل عليه كده، الأحمر مع الأحمر والأسود مع الأسود، دي حاجة مهمة جدا. ده كده السخان وصل، نقدر الشاحن وصل، نقدر نوصله عادي جدا. طيب ازاي نشغله مع الحجارة؟ أهو، وده أفضل، نحط مكانه طبعا الأطراف بتاعتها السالب والموجب اللي هو الأحمر والأسود. كده شغال معانا. عايزين نشغل شاحن ماشي، عايزين نشغل حجارة ماشي، بس بلاش الاتنين مع بعض. يعني لو هنشغل شاحن نفصل الحجارة، نشيل البطارية أو ننزل الجزء دوت كده عشان يبقوا ملغيين، أو نشيل البطاريات. عايزين نوصل الحجارة تاني نرفع ونشغل ونفصل الشحن، لكن الاتنين ما يشتغلوش مع بعض علشان غلط على الكارتة. ودي طريقة التوصيل، وكده شغال معانا مفيش مشكلة، وشكرا.